المرأة، المرأة إجمالا بتدرس بتكمل علمها، أوقات بتأجل حياتها الشخصية كرمال يكون عندها منصب أو شهرة أو حياة اجتماعية مميزة. لكن لما تقرر أنها ترتبط بتلاحظ أنه الرجل تغير وبينظر لها بمنظور مختلف، يا بيكون خايف أنه يرتبط فيها يا بيكون بده يستغلها. ولا شو قولك خياط؟ اوكي، بس هيدا هو مش الحال بكل الاوقات. في بعض الرجال فينا نقول عنهم رجال، وفي بعض الرجال منن رجال. انا سزدال رح كون معكم لأربعين دقيقه مع هي وهو، واول ضيفي عنا هي الفنانه نور الغندور. خلينا نرحب فيها خياط. موسيقى سريعة حط لنا إياها خياط، ما لحقنا قعدنا ولا شيء. شو الأخبار؟ كيف الشغل وهيك؟ الحمد لله كل شيء تمام. طيب قبل ما نبلش موضوع الحلقة في عندي هيك كم سؤال بدي أسألك إياه. أوكي. وتحديدا كنتي قايلة ببعض المقابلات إنه عين الحساد أذتك كثير. شو كنتي بتقصدي بهالموضوع؟ يعني عادي مثل ما اي بنية يعني في فترة بسيطة وايد يعني تنجح وتقدم اشياء وايد في فترة غيرها ما قدروا يسوونها، يصير في حسد نوعا ما من الاقارب، من الناس البعيدة، من الزملاء. يعني هذه الروح موجودة في كل مكان. الحين انت لما مثلا تنجحين بسرعة او مثلا تقدمين برامج غيرك ما هو قادر يوصل لها، يعني طب كيف أذتك؟ يعني شو حسيتي؟ يعني اشياء نفسيه مثلا، يعني في امور تعرقلت. اي لا، يعني كانت الاكثر اشياء نفسيه. يعني انا من الناس اللي وايد ايجابيه، اوكي، وايد هايبر، وايد احب اشتغل. جتني وايد فتره طخيت طخه غريبه، ما لي خلق لا اشتغل ولا لي خلق اسولف مع الناس ولا لي خلق اسوي شيء. انا بالنسبه لي يعني هذا نوع من انواع. وشو عملتي لتخطيتي الحاله؟ ما يعني حاولت ان انا اكون سترونجر ذان يعني إيه. طيب كمان قبل ما نبلش موضوع الحلقه، في شغله هلا انت عم تعملي عمل بدراما رح برمضان رح ينزل. إيه؟ هو اسمه اليوم الاسود. يس، اليوم الاسود. هو كان يوم اسود يعني؟ لا، هو يتكلم عن ان كل شخص في حياته الطبيعيه يمر عليه يوم اسود. هذا اليوم الاسود ممكن يحول باقي حياته لحياه ناجحه او الى شيء ثاني، الله اعلم شنو. فانه دائما اليوم الاسود اللي يمر على الانسان يعطيه، مثلا انا بوجهه يعني هو نظري دافع. اكزاكتلي. يوم اسود مثلا يمر عليك يعطيك باور، يعطيك بوزيتيف انرجي اكثر، يعطيك طاقه اقوى ان انت تخطين هذا اليوم الاسود وتبدين بيوم ابيض، او يعني تكون نهايه اليوم الاسود هذا يوم ابيض. مين الفنانين الموجودين بالعمل؟ استاذ حسن بلام، ملهم فضاله، محمود بشهري، عبد الله بشهري، شجون، ريم حمامه، اسيل عمران، زينب غازي. ان شاء الله ما اكون نسيت احد. الى حد ما هذيل الاسماء اللي على بالي الحين. وين هينعرض؟ حسب ما قال لي يمكن فهد عليوه. شنو قال لك؟ بلا ما اقول شيء غلط، انا مش متذكره. إيه؟ مظبوط. خلنا يعني أوكي. بس باكثر من شانل قال لي. اي اكثر من شانل. الفضائيات ولوكال رح يكون. صح. طيب هلا الموضوع الحلقه هو رح نبلش فيه، بس انا حابه اسالك شغله دردشنا فيها تحت الهواء. وقلتي انه انت في بعض الزملاء حسيتيهم كانوا حابين يتقربوا منك لسبب الشهره او يصير عندهم ادوار احسن. يس. وصار سابق اوريدي في بعض الفنانات اتزوجوا ولاحظنا هيدا الشيء معهم. اول شيء انت كيف اكتشفتي انه بعض الزملاء عم بيعملوا هيك؟ وكيف بعدتي؟ اوكي، فيرست لما تكون علاقتك قريبه وايد من ناس، او ناس مثلا اوت اوف سادن صارت العلاقه قريبه، في طلعات، في روحات، في مسجات، في اسئله، في اتصالات، في مكالمات، في مواضيع، في وايد اشياء.
حبيتي انت تساعدين بناء على طلب من غيرك، او حتى مو بناء على طلب، بناء على من نظره تفهمين اللي قدامك محتاج انه يكون معاك، محتاج انه يشتغل، محتاج انه تدزينه شوي، تعملي له واسطه عند المخرج عند الكاتب يعني باي طريقه او اخرى. وبعدين فجاه من ياخذ هالفرصه كل الحياه تتغير. يعني من ناحيه اوكي اكيد في انشغالات، بس الانشغال ما يمنع ان ترفعين سماعه التليفون تدقين، تدزين مسج عيد ميلادك العام وانت بخير، الاشياء البسيطه هذه انا بالنسبه لي تاثر لان هي ملح الحياه. اوكي يعني انا بالنسبه لي هالاشياء تاثر. شلون بعدت يعني كذي بدون اي تتهربي؟ خلاص اي ستوب everything. يعني نحن موضوعنا نور إلو علاقة بهذا الرجل عم تحكي عنه، الرجل يلي بيحاول يستغل المرأة المشهورة أو حتى المستقلة ماديا. ليه بيعمل هيك؟ وفي عنا حالات كتير رح تكون هلأ هنطلع تقرير ونتعرف على الضيف الثاني اللي موجودة معنا باستوديو. ورجعنا معكم من جديد، وموضوع حلقتنا هو استغلال الرجل للمرأة المشهورة أو حتى اللي عندها منصب أو استقلالية مادية. والضيفة الثانية هلأ انضمت لنا بالاستوديو هي الأخصائية الاجتماعية النفسي أستاذة إلهام القطان. مرحبا. يا هلا فيك. شو الأخبار؟ تمام تمام الحمد لله. حدا استغلك حسيتي؟ شوف الإنسان الذكي لازم يكون ملاحظ جيد. الاستغلال طبعا موجود في كل شيء، حتى عيالك ممكن يستغلونك ترى. اوكي. يعني في اي شيء، مو شرط يكون في الشهره. ولكن اذا كانت الشغله هذه ممكن تفيد فعلا الطرف الاخر، عمركم لا تحسبونها فيها ان هي لازم يكون لها مردود، يعني مثلا انا افيد فلازم هذه الافاده ترجع لي، مو شرط ترى. كونيا العمليه شلون تصير؟ الشيء اللي تعطينا راح يرد لك، مو شرط يكون من الشخص نفسه، يعني انا اعطيتك شغله مو شرط انت تردين لي اياه، هو راح يرد هي بس هذه عمليه. يمكن بس تيجي العلاقه جيده بين الرجل والمراه، مش في بدايه العلاقه يكون بدايتها استغلال. يعني شو الفرق بين بدايتها ونهايتها؟ انه لما يكونوا خلص هن تعرفوا على بعضهم، كل واحد عارف معدن الثاني، بيقدر الثاني يطلب مثلا بليز ممكن تساعدني، بصير على قلبه مثل العسل. بس ببدايه العلاقه مثل ما قالت نور انه ما بتعرفه ولا بيعرفها وبده اياها تفتح له ابواب وهيك، يعني المراه بشوي بتنفر لما تلاقي الرجل هيك. يعني بالبدايه قصدك يروح يطلب منها ان هي مثلا ما في علاقه من البدايه، عم بيتقرب وببلش يطلب طلبات. طبعا هذه تكون واضحه، احنا قلنا وايد مهم الانسان يكون فطين ذكي، يعني يعرف ان الملاحظات هذه اللي قاعد او الطلبات هذه اللي قاعد يطلبها هل هي لمغزى معين ولا هي فطريه مثلا، ولا هي نقول على سجيته مثلا يعتمد. يعني هذا بعد هذه تحتاج طيب. شوي الواحد يكون نحن عملنا هلا تقرير بالشارع هتسمعوه هلا، له علاقه بموضوع الحلقه التقرير، خلينا نشوفه ونرجع بنعلق عليه. تعددت الأذواق والأسباب مجهولة، واختيار شريك الحياة أصبح مبنياً على المصلحة الشخصية. لسان حاله يقول: المرأة المستقلة مادياً واجتماعياً لا تناسبني، ويا حبذا لو كانت ذا شأن أو موظفة أو على أقل تقدير معلمة. فالغاية من الارتباط لم تعد تنطوي تحت مسمى الحب، بل تحولت لاستغلال وسلطة وسيطرة، وبعضها ارتبط بالشهرة. أنا بكل صراحة لما نزلت عندي بسناب كانت أغلب الأجوبة عم بتقول فعلا الرجل هلأ صار بعصر عم بيحاول أنه يستغل المرأة ويفضل المرأة العاملة ليرتبط فيها. هلا نور انت تحكي عادي اوكي كنقاس، والراي العلمي بناخذه من هون. يس. خبرينا انت شو. ما ادري، انا اشوفها موجوده الحين وبكثره يعني وايد، ومو العكس صحيح. يعني المراه الحين ما تدور الريال الناجح عشان تشتهر على ظهره، بس انا قاعده اشوف وايد ريايل سواء مع فنانات او سوشيال ميديا او حتى
خلينا نقول بزنس وومن او ايا كان عشان هو يكون ظاهر قدام الناس اللي معاها. مو بس بالسوشيال ميديا، مو بس بالاماكن اللي فيها اضواء، لا انا اتكلم عنهم على صعيد الحياه العاديه ك امراه ناجحه بزنس وومن، يكون كافي انه هو موجود معاها في الشركه، في المكان اللي هي فيه، الناس اللي حولها. هذا الشيء انا ما ادري يعني من وجهه نظري صار موجود الحين وباكثريه وقاعد نشوفه وملحوظ. تدرين هو اذا مو ملحوظ مثلا انا ما عندي مشكله ان انا شريك حياتي او الشخص اللي معاي اوكي انا ممكن اساعد او اسوي له شيء، بس ما يكون ملحوظ بشكل يعني يفشل قدام الناس. هذا اللي احنا قاعد نشوفه الحين. انا يعني انا قاعده بالوسط الفني اللي عندك صار في اكثر من حالي هيك. شوفي الوسط الفني هو اللي شهر الشيء هذا، هو الشغل هذا موجود من زمان. الان الزواج له اهداف، يا اهداف اجتماعيه، يا اهداف تجاريه، يا اهداف في العلاقات. يعني انا اخذ بنت فلان علشان علاقاتي، اخلص شغلي بسرعه، شغلي يمشي مثلا في مهني برا الكويت، يعني فاهمه؟ ايه في اهداف جيت هيك بتكون. هذه حتى قبل مزبوط. السوشيال ميديا مزبوط. قبل الشهره السريعه هذه. فشنو هدف الشخص هذا اللي يبي يرتبط بسين من الناس، سواء كانت من المشهورات او غير المشهورات، شنو هدفه؟ اذا كانت هدفه شهره، شوفي الهدف الحين. اذا كان الهدف شهره شنو اللي بيشتهر فيه؟ اذا كان عنده لوك حلو ممكن اللوك ممكن يشهره، اذا ما عنده سالفه شهرته راح تصير مثل فقاعه الصابون. شوي اي هذا ريلها، بس تدري بعد فضول الناس، اي هذا اللي خذاها، اي تزوج فلان وبس خلاص، بعد المرايل ما عنده شيء. لا بس هو ليك شالي قبل ما نطلع لو عمين حط تقرير له علاقه بهالموضوع، اوقات الرجل حتى لو هو مثل ما قلتي ما في مضمون واشتهر، بس الناس لما تلاقي كابل هيك مشهورين وهيك لا شعوريا بتحب تكون بارت بهالموضوع. صح. ويكون هو عنده فانز وبدهم ياخذوه من مرته وبدهم ما بعرف شو، يعني لا شعوريا بتصير. صحيح. حتى لو هو اوريدي منه شخص يعني مميز او او حتى مثل ما قلتي حلو. خلينا نشوف التقرير تبع الناس الموجود بالشارع له علاقه بالموضوع اللي عم بيحكوا فيه هلا ومنكمل. كثير من الكويتيين يتجهون الى الارتباط او يعني الزواج بالمراه اللي لها جانب مادي، والسبب طبعا اللي اشوفه هو الغلاء المعيشي والعرف الاجتماعي اللي عايشين فيه بالكويت. والله احيانا الرجل بيفكر تفكير انه هو لازم يكون هو المسيطر على الامور ويكون هو يعني زي ما بيقولوا هو الكلمه الاولى والاخيره لإله، فعشان هيك بيكون عنده تخوف من انه يرتبط بمراه ناجحه او شيء زي هيك. يعني لان الرجل بيبقى دايما بيحس انه هو تابع ليها دايما، بيبقى عايز ليه شخصيته المستقله، مع ان بالعكس لما تكون هي ناجحه ده بيرجع ليه بالنجاح، بيأدي لأسرته بتبقى ناجحه. بالعكس شيء زين انه يعني يبنون بعض، يساعدون بعض بحياتهم الزوجيه، يعني هذا شيء بالعكس زين. لا طبعا يعني انا بالنسبه لي يعني اخر شيء بفكر فيها الشغله هاي، بعدين الواحد بيثبت حاله هو يكون مشهور، يعني ليش يطلع على حدا عشان يشهره؟ يعني انسان ما احب الشهره اساسا، فما راح اتزوج وحده مشهوره اساس نستغل شهرتها، شهرتها حتكون حقها. بس المشهور ده بيبقى ليه وقت انت معين، وهتلاقيك انت نفسك مش هتقدر تكمل معاه. لأن الرجل دائما يحب أن يكون هو الفارض في المنزل والرجال قوام على النساء، فأنا أخالف هذه الفكرة. بالنسبة لآراء الشارع لاحظنا أنه اختلفت الآراء، في ناس قالوا أنه هن ما بيحبوا ممكن يرتبطوا بمشهور او بشخص مستقل، بيتخوف من هذا الشيء، وفي ناس قالوا لا بالعكس انا لازم اكون حدا ونبني حالنا مع بعضنا. فعلا قالوا نقطه كثير مهمه، اوقات كثير بخاف الرجل يرتبط بامراه ناجحه او مستقله او مشهوره، ولا شو؟ صح، بس انا من وجهه نظري اشوف انه يعني في احد قال تو بالتقرير انه هم يكملون بعض. ونجاح المراه من نجاح الرجل مو معناتها ان المراه عشان هو يحس انه متملك وانه هو الجايد لازم زوجته تكون مو ناجحه وانسانه مو مثقفه. بالعكس لما تكون المراه ناجحه
كافي انه هو يفتخر فيها بينه وبين نفسه، مو شرط قدام الناس. يعني هي راح تكون فخر، بس هذه بتعتمد على ثقه الرجل بنفسه، ولا شو رايك استاذه الهام؟ طبعا الثقه مطلوبه في كل اثنينهم، يعني مو بس الريال، المراه حتى مطلوب انها تكون واثقه بنفسها. الان احنا نتكلم وايد عن السوشيال ميديا فقط، ان شو الوي وهذا الشخصيه وهذا، لكن ترى في وايد رجال يساعدون وايد حريمهم في تكمله دراستهم مثلا. يعني يوقف حياته العمليه صح، وهو يراعي اطفاله. انا عندي وايد ناس سافروا ما يسوي الريال ولا شيء، بس انه هو يدير البيت والمراه هي اللي تدرس لين توصل اعلى مراتب الشهادات الاكاديميه، وهذه الشغله وايد زينه. يعني ليش ما نقول مثلا هذا الريال عنده ثقة بنفسه، وقفت حياته ومستقبله، عنده ثقة بنفسه. لا يعني هي الحياه يعني بيعرف انه المراه مش رح تاخذ من دربه. شوفي ال 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 طبعا هي بعدين المفارقات تختلف، هم الشخصيات تختلف. في حريم يقول لا والله الحين صار بيني وبينك فروق كبيره، يعني ما في توافق بيننا واحنا لازم ننفصل. ترى في حالات كذي بعد ما هو يساعدها، بعد ما ساعدها وبعد ما يعني مسك عيالها وهالامور هذه كلها. الحين باختصار المساله ما هي مساله فقط ان الواحد يصعد على ظهر الثاني، دام ان هي شراكه، هي حياه فيها شراكه، اذا فيها تعاون. يعني واحد يشيل الثاني، واحد يساعد الثاني، لان هذه الحياه تستمر وتستقر. لكن ماكو احد ياخذ دور الثاني، ماكو احد يعني يدخل يكمل الثاني. شوف ماكو شيء اسمه تضحية. أوكي. تضحية أمانة ما هو ذكاء أبدا، أصل الكلمة ما هي صحية. يعني أنا أساعد إيه، أساهم، عندي إيثار صح، أنا أعطي إيه، لكن ما أضحي. ما أضحي يعني أنا أموت. التضحية هي من الأضحية، من خروف عيد الأضحى. يعني أنت أستاذة إلهام القطان ضد التضحية؟ ماكو شيء اسمه تضحية. هو ما يحق أنا أعطي، أنا أساعد، أنا عندي إيثار عالي، أنا أساهم، أنا أبادر، أنا أقول. يا ريت لو البنات هلأ بيسمعوا ويسمعوا هالكلام، أنه ما تكونوا مع التضحية وتقولي أنا ضحيت كرمال البيت. لا، اللي بيضحي بيضحي بكيفه. أيوه. ماكو حد يجبر أحد أنه يضحي. أوكي. يعني أنا في حياة مثلا مو عاجبة دوامك، مو عاجبة ايش تطلعين، ماكو أحد يخنقك لا والله إلا الدامين في هذا المكان ولا ماكو غيره، لأن أنت بالنهاية أنت تبين تخدمين، تبين ترتاحين. يعني بدي أحاول أقطع شوي الحديث لأنه عنا ضيق وقت، وعنا حالتين بنسمعهم على الهواء. قصة فاشينيستا بس ما حبت تقول اسمها، غيرنا نحن صوتها وهتشوفوا الصورة كتير يعني low resolution، لأنه كانت الإضاءة كتير خافسة، ورحنا مكان بعيد لصورناها مش باستوديو لأنه هي كانت خايفة تظهر للرأي العام. رح نشوف قصتها واستغلال في شخص تقرب منها كرمال يشتهر، يطلع له إعلانات، يصير عنده صيت. هنشوف هذا الشيء بس ليجهزوا التقرير هلا وبنعلق عليه، ووراها في حالة تانية. ما بعرف، أنا حاسة صار في عبال ما يجهز التقرير صار في شغلة مثل مرض الشهرة، مش حاسين؟ يعني هوس. يعني الكل بده يشتهر. لا مو الكل، الأغلبية. يعني صار الحين ما أقطع كلامك، الحين صار موضوع الشهرة، يعني هم ما يدورون على المادة الصحيحة اللي يشتهر فيها. يعني شوفي مزبوط. اغلب الناس اللي اشتهروا بانستغرام ردي حق الهيستوري ماله، او انت شنو عندك، يعني انت شنو عندك عشان تشتهر حالك حال انسان غيرك مثقف تعب على نفسه. لا ويلي بيضحك، انا بس بدي اوجه مثل نقطه للاكونت تبع الجوسب السوشيال ميديا، الجوسب اكونت، بس يعني بيحبوا يركزوا على القصص النيجاتيف او الاشخاص اللي ممكن يعملوا قصص يعني ما لها معنى، ما بتفيد المجتمع، والاشخاص اللي اوريدي بنت شيء وعملت شيء على طول في هايت عليها، يعني ما بيتم الضوء عليها. يعني مو هذا هو يعني الحين الفشل هو اللي قاعد يلفت النظر. مزبوط. لما واحد يطلع قاعد سوري بالكلمه وسوري باللفظ، الواحد يطلع يهزئ نفسه بانستغرام او بسناب شات او بتويتر او يتكلم باسفاف سخريه او سخريه، هو اللي قاعد يشتهر، هو اللي قاعد الناس تلقيه وجهه، هو الناس قاعد ترفع من شانه، ما ادري ليش، مع انه المفروض يكون العكس. يعني على نوع الجمهور، والله اغلبهم بس حتى يعني الجوسب اكونت بتاخذ هيدا النوع من الناس وبتشهره اكثر. يعني ما عمرنا شفنا مثلا اهتمام حق الناس الرياضيين،
ما عمرنا شفنا اهتمام حق الناس اللي قاعدين هم يبتكرون تكنولوجي. بس نعرف انا اكزامبل بدي اقول لك اكزامبل, خلينا نشوف الاجانب والاجانب هم عندنا طاقات عربيه. برنامج احمد الشقيري على ام بي سي عرفتي, انا هذا ادمان صراحه بحبه. ولا مره شفت بالجوسب اكاونت بينزلوا له مقطع يحكي عن شيء يفيد الناس, بتلاقيهم حاطين الاساس الكوميديان المسخره لانه يدورون النقد, يدورون الكومنتات الوايد. اما لما يكون في شيء حلو مرتب الناس شنو بتقول؟ اي حلو يعطي العافيه. بس هم شنو يبون؟ يبون اللويا البلبله اللي من ولا شيء. مزبوط. التقرير جاهز ولا بعد؟ اوكي رح هلا في شفت هالبنت حياتها معقده حتى التقرير بعد ما جهز. اوكي هلا رح نشوفه. طبعا نحن بحجم صغير للتقرير لانه هو الريزولوشن تبعته قليله جدا, اعذرونا. خلينا نسمع هلا شو رح تقول. خلينا نسمع. انا مشهوره بالسوشيال ميديا, اتعرفت على شخص حسيت انه قريب مني حيل, تقدم لي. وقت الخطوبه حسيت انه وايد بيظهر يعني معي في اعلاناتي بتصويري, ما ادري حسيت انه شيء غريب يعني, بس انه طنشت. بعد الزواج حسيت انه هالشيء اللي كان فيني صدق انه قاعد يتقرب مني مو عشان شيء, عشان يستغلني, عشان طمع فيني. فخفت كثير انه وايد معاي بكل شيء يعني, ما حسه كزوج كثر ما انه هو انه قاعد يكون معاي ظهور اعلامي اكثر. ف ما قدرت اني انا يعني اكمل معه, او حسيت في شيء خلل بعلاقتي الزوجيه معه. ف استمر ما استمر, ما ادري شو اللي الحين اللي يعني. سؤالها كان واضح انه هي لاحظت, كانت قبل الزواج تلاحظ انه في شوي عم بحب يكون عنده ظهور اعلامي معه, وبعد الزواج تاكدت من هالشيء. وهلا هي بصراع داخلي انه تكمل ما تكمل. شلون تاكدت؟ بده يتدخل بالاعلانات, بده ليه ما بيحطوا عندي اعلان, ليه ما بي يعني بده يعني شغله يجي لعنده كمان. يعني انا يعني اللي استشفيته طبعا هذه هي كلها كلامها كلها بالاحساس كان. انا اشعر كذي, انا احس كذي. ما ينفع الشيء بدون ما يكون في شفافيه عاليه, ما اقدر اجزم واخذ فيه قرار. يعني هذه علاقه زوجيه صح, مو ما هي معرفه عابره. فعلاقه زوجيه اقعد فيه استفسر واسال يعني شو بتنصحيها تعمل؟ لازم تقعد وياه يعني تساله يعني شنو سبب طلبك المتزايد في الظهور الاعلامي معي؟ هل هو غيره؟ هل هو مثلا تبي في بعض الحريم والله انا ما ابي اراوي ريلي, ليش؟ ما ابي حد يدري ان انا تزوجت ومنو تزوجت. فعندها اهداف, وضحي الهدف وسمعي منه. ما في قرار يتخذ على الاحساس. الاحساس يعني مليون فكره ممكن تكون صحيحه ممكن تكون مغالطه. بس انا بعرف اذا نور في الاحساس بيلعب دور. عفوا حضرتك تقصدين غيره من ناحيه انه يغار عليها ام يغار بشكل عام؟ ما لم تصل للاجابه من هو واضحه, ما راح تقدر تاخذ قرار. وجهه نظري اذا كان يغار عليها, انت ممكن تغار عليها تتم معاها في اي مكان هي قاعده تروح له, اي تغطيه اعلاميه, اي معرض, اي ايا كان. بس منت مجبور تطلع معاها في السوشيال ميديا او تجبرها ان هي تسوق ممتاز لك في حساباتها الشخصيه. حلو صح ولا حلو لا؟ او تحط له منشن, حطي لي منشن اكزاكتلي تسويق كل شيء, حطي لي منشن يعني مثلا يبي يوصل فكره ان هذه فلانه متزوجه من اذا احنا الحين قاعد نحط احتمالات. ما نقدر احنا نجزم على شيء, قلت لك انا ما في وضوح. هذه علاقه زوجيه بس, والمفروض ان يكون فيها استقرار واستقلال. فبالتالي علشان اخذ فيه قرار مثل ما قالت في النهايه, هل استمر ام لا استمر؟ بس هل عندك شخص تدي الهام انه حدس المراه بيلعب دور؟ يعني بتعرفي اذا هو عن جد كرمال يحميها عم بيكون معه ولا كرمال يكون عنده ظهور؟ طيب يجي هو عشان مثلا على قولتك يثبت ان هذه الانسانه متزوجه, هو ونس صورة واحدة تنتشر خلاص العالم كله راح يتم ذاكر هالشيء. احنا الحمد لله مجتمع ما ينسى شيء لو من سنين. مزبوط. بس هذا مو معناته ان انا عشان اثبت حق الناس ان هذه والله مرأة متزوجة انا اظهر معاها في كل تغطياتها الاعلامية وفي كل الصور, وليش ما ينزلون عندي اعلان؟ احنا نحط هذا احتمال. احنا ليش قاعد نحط احتمالات؟
لان ما اعطتنا نتيجه. اي لا أهي. انا ما اتكلم عن هي شنو المفروض تسوي، انا ما اتكلم لان على قولتك هي ما قالت هلا دي الوقت تفاصيل. نور بس تعطينا حل، هل بتقول له انا بدي اياك تكون بعيد تماما عن حياتي؟ لا لا لا، تساله اول شيء بالبدايه ليش تبي تظهر معي اعلاميا؟ واذا قال لا انا بدي احميكي وهالكلام، بحمايه بشنو؟ خلي يصير في حوار. احميكي كذي فاضيه ما فهمت، خلي يصير في حوار. قلت له بدي جارد يعني هذا هذا هو يعني يحميها بعيد عن السوشيال ميديا. قال له جيب لي بادي جارد صح؟ لا بالعكس، ترى شيء حلو انه يكون شريكها معاها 24 ساعة اذا كانت صورة عفوية. اوكي بس مو انه يعني غصب اصور معاك ونزلي مثلا صورة او ايا كان. اوكي المقصد انه استيضاح الامر بس علشان اخذ فيه قرار. انا سوري شوي عم بقطعكم لانه مش عارفين شو عم بيصير بدايتي انتم. هلا في عنا راي الشارع بموضوع يعني اخذ منحنى ثاني بس له علاقه باستغلال الرجل بس بعيد عن الشهره. أوكي. هنشوف التقرير وبعد شوي في عنا حاله هنعلق عليها. خلينا نشوف تقرير الشارع. الشريحه اللي بتفكر هالتفكير هذا اعتقد بيكون تفكيرهم انه من منطلق انه المدرسه يعني دوامها محدود لغايه الظهر، رواتبهم ومميزات المميزات اللي بياخذوها المدرسات شغله بتكون كويسه، ف بيحكي لك بفضل ارتبط واحده بمدرسه يعني منها فائده ماديه ومنها فائده انه من ناحيه الوقت اللي بيستغل فيها في الوقت في البيت بتكون متواجد اكثر الوقت يعني. معاشهم قوي. المدرسات هم بعد الفئة الأطباء والمهندسين بيبقى هم الفئة الناجحة هنا، الفئة المستقرة مادياً، الفئة التعليمية الثقافية، فبالتالي أنت لازم هتفكر في حاجة في الحاجة المناسبة ليك. المدرسة يعني فيها مزايا كثيرة هذه المهنة، بالنسبة حق الإجازة طبعاً إجازة المدرسة إجازة عندهم تقريباً 4 شهور بالسنة أو أكثر، فهذه الفترة هذه تكون فترة مريحة، وغير ان اشوف يعني راتب المدرسة زين يعني بالنسبة حق عملها. يعني فيكم تقولوا المضحك المبكي، يعني هل ننبسط انه المدرسة دغري نصيبها عم بيجي ولا هل نزعل لانه الهدف هو الاستغلال؟ شو رأيكم؟ هي طبعا انا مضحك المضحك هي طبعا المدرسة متعددة المواهب ما شاء الله والمهارات. اوكي لان اول شيء دوامها مع عيالها رايحة ردة، ايه تودي وتجي، اي صح، وخصم كمان ديسكاونت، تدرس في البيت وتدرس برا البيت، وفوق هذا راتبها زين مثل ما قالوا، ساعات العمل قليلة يعني محدودة من الصبح للظهر وخلاص مع عيالها، ولما ترجع هم هي بتحضر حق باكر، هم بتحضر حق عيالها، فتصير الحياة الاجتماعية أكثر، وبالصيف ما عندها شغل، بالصيف مع عيالها عطلوا عيالها تعطل معاهم، تسافر معاهم ترجع معاهم، يعني وايد تكون ملتزمة عائليا باختصار، وفوق هذا عندها راتب وايد يساعد في الأريحية المادية في الأسرة، فليش لا، وفوق هذا ما عندها اختلاط، يعني هي في مجتمع ما في يعني رجال اختلاط يعني كبير يعني. ايه فهو يعني يشوفها من اكثر من ناحيه، اوكي نوعا ما يحس انها في حياه مريحه يعني نوعا ما فيها صخب. نور انا هاخذ رايك بس بنسمع الحاله المدرسه الموجوده عندنا، هي مش موجوده عندنا، نفس الحاله نحن صورناها برا كمان لو ريزولوشن، رح نسمع حالتها هلا ومنعلق عليها. خلينا نسمع حالتها. انا مدرسه وتزوجت شخص هو اصلا كان قاعد يدور على مدرسه، طبعا تزوج عن طريق اهلي هم اللي جابوا لي اياه، ما يعني انا طبعا ما كنت ادري. بعد الزواج اكتشفت انه هو انسان استغلالي ومادي، ويعني حتى طبعا بفلوسي بكل شيء. يعني هو تزوج طبعا مدرسه لان انا اجازات كثيره، معاشي يعني زين، هو قام يستغل هالشيء، يعني خذ كل شيء، خذ فلوسي بيعطيني بس مصروفي كل شهر، هو اللي يتحكم بالمعاش، يعني حتى الكريدت كارت مالتي هو ماخذها، قاعد يعطيني كل شهر، يعني كل شهر قاعد يعطيني هو مصروف، ما قاعده اتمتع لا بمعاشي ولا، يعني هو انسان بخيل، واحنا حتى على نفسه. المهم احنا وصلنا لاخر شيء المعاشات اللي قاعد تنزل اخر سنه يعني عشان الاجازات،
قاعد يطلب فيها، يعني يبي ياخذها، يبي ياخذ فلوسي المعاش 3 شهور كله يبي ياخذها. واخر شيء خلاص وصل للمرحله لاني ما اقدر، طبعا راح اطلق، ما اقدر اعيش مع شخص كذي يعني يستغلني وعيني عينك، يعني قاعد اشوف قدامي ما قاعد استفيد ولا شيء، وان شاء الله راح اطلق. طبعا سمعتوني عم بضحك لانه ما شفت الرياكشن تبع الضيوف يلي موجودين باستوديو، صراحه كان بدكم صوره. الموضوع ضايق ترى والله، ان انت تقمت نجاحها وكل شيء بان انت تسحب كل حياتها، سواء كانت ماديه او حتى يعني نفسيا، يعني هي من صوتها يبين هي متازمه نفسيا يعني. يعني انا ضد هالشيء يعني. ليش راضيه؟ وهي قاعده تقول المال السايب يعلم السرقه، صح ولا لا؟ هذا مثل يعني، وهذا وارد يعني. انا ما دام فاتحه النل الطرف الاخر شنو اللي يضر؟ انا غسل ايدي تحت النل يفتح يعني، فاتحه الماي قصدي، بس هي مو فاتحه الماي، لا فاتحه دام انها راضيه يعني فاتحه. اوقات في ليش ما انا ليش لا خل غصب عليها، ماكو شيء غصب، ما في ولا شيء في الدنيا غصب. شفتي الرضيع لما ينولد تقدرين تشربينه الحليب غصب؟ يسكر حلجه ما بيقدر، وهو رضيع ليه الحين لا عنده فكر، لا الحين لا عنده. هذا اللي بيعجبني فيك يا استاذه الهام، التفاؤل. لا جد هذا واقع، هذا واقع، فماكو شيء اسمه غصب. أنا ماني مجبورة أشتغل أصلاً إذا أنا مو مستفيدة فعلاً ولا فلس من شغلي. إيه بس بدي أقول لك شغلة، هلا نور عم تحكي بشيء منطقي كمان. الحياة فيها كثير أشخاص مثل هيدي البنت، حلو، ما بيقدروا ياخذوا. طبعاً إحنا قاعد نشوفهم صورة يومية. أنا أتفق معك، إحنا عندنا بندور حل ولا بس نتكلم في موضوعها؟ دقيقة أوكي؟ دقيقة أكو يعني هذه مثلاً حالتها، ما أقول هي كشخص، أكو وايد هي طالعه من بيت اهلها مغصوبه، يعني هي قاعد تقول يعني ليش ما تعرفتي على الريال قبل لا تاخذينه؟ اكيد انت لو كان عندك فتره شهرين على الاقل تتعرفين على الشخص اللي قدامك، لا تقولي لي مستحيل ما تصيدين شنو مميزاته. طيب شنو الحين علشان الفروق الاجتماعيه في ناس ما تتعرف نص دقيقه اوكي فتتزوج على طول وتاخذ بس حتى لو متزوجه يبين في الشهور الاولى شنو مايته. احنا ما نعرف شو تنصحيها، شو تنصحيها هلا؟ عندها اداره ماليه، يعني شو تقول له؟ تقول له تغير ال هي يصير عندها اداره ماليه. ترى انا عندي حتى حريم يسوون وكالات حق رياييلهم، هذه الامور كلها ترى تحتاج شويه توعيه ماليه في هذا الموضوع. فتسوي تحويلات حتى من حسابها حق حساب ثاني، اوكي، تشيل من فلوسها يعني لحسابها. واذا هددها بالطلاق يعني؟ لا هذا هذا اذا هددها بالطلاق هذه واضحه، خليه يطلقها. اوكي يعني هيدا هو ان اذا تحددت يعني في بالطلاق خلاص انه تنفصل، لانه اذا في شراكه معتمده على الاسره يعني مثلا بيشترون بيت عيالهم مدارس مثلا بيدفعون اوكي التعاون هذا مهم، لكن انه بس باخذ انا بصرف وانا مثلا بحط راسي وانام وانا معاشي قليل طبعا. اوكي هلا لضيق الوقت عن جد، يعني مرقوا بسرعه 35 دقيقه بس انبسطنا فيهم كثير. انا كثير سعيده نور الغندور انك كنتي معنا اليوم، وان شاء الله يوم الاسود يكون يوم ابيض بحياتك ان شاء الله. واستاذ الهام القطان انا كثير سعيده، صار لي 5 سنين مش شايفتك. ايه 5 سنين ايه. وان شاء الله كمان تكوني صديقه البرنامج ونفتل فتره تزورينا بالبرنامج ان شاء الله. شكرا لك. انا سازدال بقول لكم باي باي، انطرونا الاسبوع الجاي بحلقه جديده من هي وهو، والموضوع كثير مميز تعرفوه الاسبوع الجاي. باي باي.